ومن العادات الصحية التي يجب عليك أن تبتعد عنها أو أن تقلل منها على قدر الإمكان هو شرب المنبهات مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، وخاصة في فترة الدراسة للامتحانات، لأن مثل هذه المشروبات تخفض من قدرة الذاكرة قصيرة المدى بشكل كبير. وبدل ذلك اشرب عصائر طبيعية، وخاصة الجزر والمريمية والفراولة، فمثل هذه المشروبات لها قدرات رائعة على تقوية الذاكرة.